بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب تكون إن شاء الله كل الناس تكون بخير في أحسن حال. هنتكلم النهارده بإذن الله عن مظاهر التشتية في نحل العسل. زي ما ذكرنا في الفيديو، مظاهر التشتية أو تشتية نحل العسل المقصود بها إعداد وتجهيز طوائف النحل لتمضيد فترة الشتاء بأمان. إزاي؟ بعد ما أخلص أو أنتهي من الموسم بتاعي بنجاح، أعد النحل بتاعي أو خلايا النحل بتاعتي، أجهزها أظبطها بحيث إن هي تعدي الشتاء القادم أو الموسم الجديد بنجاح. طب إيه اللي بيقف عائق أو ضد النحل الفترة الجاية؟ يعني إيه المشاكل اللي ممكن يجيب لها النحل في الشتاء القادم أو في الموسم الجديد؟ بداية البرد الشديد. البرد الشديد دي مشكلة كبيرة بيجيب لها النحل، خاصة في الأماكن اللي النحل فيها لفترة اعتاد على الحرارة. ما ينفعش يدخل على البرودة بشكل مباشر. ده رقم واحد. رقم اتنين، التغذية. خاصة الناس اللي بتاخد كل العسل اللي عند النحل في نهاية الموسم، يعني مش بيخلي عسل للنحل. النحل ده لو ما كانش عنده تغذية الأيام الجاية في الشتاء هيهلك. الحاجة التالتة، الطوائف الضعيفة، الخلايا التعبانة والضعيفة، لازم دي يتم تقويتها، إما تقويها أو الأفضل إنك تضمها. الحاجة اللي بعد كده، الملكات المسنة اللي ما بقتش شغالة بانتظام أو بنشاط، تبدأ تغير الملكات في وقت مبكر، ما تستناش لما الشتاء يدخل عليك. الحاجة اللي بعد كده، الاهتمام بنظافة الخلية من ناحية الأمراض والآفات وغير ذلك من الأمور. ممكن أهم حاجة من الحاجات الخمس حاجات احنا ذكرناهم دول. احنا النهارده بصدد الكلام عن موضوع التغذية. ليه التغذية مهمة؟ عشان أدخل الشتاء بتاعي بأمان. معروف احنا في الصعيد عندنا اخر فرزه هنا غالبا بتكون فرزه الصدر. اغلب الناس يعني اخر حاجه عنده الصدر في شهر 10، في نص 10، في اخر 11، يوم متاخر خالص يعني. يلجا بعض الناس ان هو ياخذ كل العسل اللي عند النحل، مش بيسيب عسل خالص للنحل. طب النحل ده هيعدي الشتاء ازاي وهو ما عندوش اكل؟ ممكن يموت. عشان خاطر كده يا اما بتسيب عسل تغذيه طبيعيه، يا إما بتبدأ تغذي كبديل صناعي بحيث تحافظ فقط على حياة النحل، مش إنك تنتج عسل. لا، إحنا هنا مش بنغذي بهدف إنتاج عسل. التغذية بتاعتنا الهدف الرئيسي منها هو الحفاظ على طوائف النحل بحيث إنك توقف بشكل مبكر قبل دخول موسم الفطر. طبعا التغذية إما تكون بروتينية وتكون كربوهيدراتية زي ما هتكلم إن شاء الله بعد شوية. التغذية ممكن نقسمها عدة أنواع على حسب عدة أسس، على حسب الهدف من التغذية. في أكثر من هدف، ممكن تبقى تغذية تنشيطية، وتبقى تغذية تعويض واكتفاء أو حفاظ على حياة النحل، ممكن تبقى تغذية لأهداف أخرى زي إنتاج الطرود. واحد مثلا متخصص في إنتاج الطرود زي ما هنحكي بعد شوية، أو إنتاج غذاء ملكات إلى آخره. حسب المكان اللي بحط فيه التغذية للنحل، ممكن تبقى داخل الخلية وممكن تبقى خارج الخلية. حسب المصدر بتاع التغذية، هل هي تغذية طبيعية؟ هل أنا سايب براويز وقح وعسل ولا ما سايبش؟ أو تغذية صناعية، أنا بغذي تغذية صناعية كبدائل ومحلي سكري. حسب نوع الغذاء المقدم، هل الغذاء ده بروتيني ولا الغذاء ده كربوهيدرات؟ زي ما هنشوف مع بعض. اولا نوع التغذيه على حسب الهدف منها. ليه انا بغذي؟ لو جينا في موسم الشتاء، موسم الربيع، موسم الصيف، موسم الخريف، دول الاربع مواسم اللي عندي في السنه. لو انت حاليا شهر اثنين مثلا، تبدا تغذي تغذيه تنشيطيه. يعني ايه تغذيه تنشيطيه؟ يعني تدي النحل تغذيه مخففه كده بكميات صغيره بحيث انك تدفع النحل وتحسسه ان الموسم بدا، فتبدا الشغلات تنشط في السلوح، تبدا الملكه تنشط في وضع البيض. ده لو انت عايز
تغذية نشطية بحيث انك تتوقف بشكل مبكر عن عملية التغذية قبل دخول موسم النشاط، قبل دخول موسم الفيض، يعني ما يبقاش الزهرة شغالة بتجمع منها النحل وتبقى انت بتغذي، يعني انت بتوقف بشكل مبكر قبل الدخول في عملية جمع الرعيق. النوع الثاني بقى، وده اللي يهمني انا في الشتاء، انا ده انا دلوقتي مثلا في شهر 11 او في بداية شهر 12 والشتاء داخل عليا، او نهايه شهر 10 ايا كان على حسب الموسم ما بينتهي عندك، انت تبدا من حيث انتهى الموسم القديم. يعني هنا بقى لازم تدي تغذيه تحافظ بيها على حياه النحل، اما انك تسيب تغذيه ما زي ما هتكلم بعد شويه، يبقى انت مش هتغذي، هتسيب بالوزين او ثلاثه عسل داخل الخليج وخلاص، انت كده مش هتضطر تغذي، عندك العسل الطبيعي تاكل منه. لا، طب ما عندكش بقى او انت ما سبتش عسل للنحل، هنا بقى لازم تبدا تغذي تغذيه مكثفه للنحل ومركزه بحيث ان هو يقدر يحافظ على حياته وعلى نشاطه اثناء فتره الشتاء. لكن لو سبته ممكن ايه؟ ممكن يهلك منك ويروح، تضطر انك تشتري قرود ثانيه بسعر اغلى في شهر 2 او في شهر 3. طيب ممكن يبقى في اهداف ثانيه؟ ممكن يبقى في اهداف ثانيه. في بعض الناس مش متخصصين في انتاج العسل، او بمعنى صح هو متخصص في حياه ثانيه، هو موجه النحل بتاعه ناحيه حاجه ثانيه غير انتاج العسل او انتاج القطاعات او الكلام ده كله. في ناس مثلا تنتج ملكات، هو هدفه الانتاج ملكات، وبالتالي هو بيغذي مش عشان خاطر ياخد عسل، هو بيغذي عشان النحل يبدا ينتج غذاء ملكات ويجمع غذاء ملكات لو هو هيتخصص في غذاء ملكات، او بهدف ان هو يغذي والنحل يغذي الملكات، فالملكات تبدا تضحك بيض، فبيبدا هو ينتج طرود. يبقى لو هو عايز ينتج طرود بقى يبدا يغذي تغذيه مكثفه، وده مشهور في الوجه البحري، عشان كده اعسالهم رديئه. و مش كلهم طبعا، في ناس بتخصص في انتاج طرود وبالتالي بيبقى منتج العسل عنده عسل سنوي هتلاقيه مثلا كيلو 30 جنيه و40 جنيه، طبعا عسل نصه تغذيه يعني او اغلبه تغذيه، هو كل مجهوده مكرسه ناحيه انتاج الطرود، فما يهمهوش انتاج العسل، يهمه انتاج طرود. في ناس ثانيه بتنتج ملكات، يبقى هو هنا بيهتم بتغذيه النحل بحيث انه يدفع النحل ناحيه انتاج كميات ضخمه من غذاء ملكات عشان يقدر ينتج كميه ملكات بصفات كويسه. في بعض الناس بتنتج او بتغذي بهدف انتاج السمن، يبقى دي كلها دواعي تستدعي عمليه التغذيه. لو كميه الغذاء اللي هو عند النحل مش كافيه ان هو ينتج المنتج ده، بيضطر ان هو يغذي بحيث يدفع النحل ناحيه تعظيم الانتاج. في ناس تانية مثلا او يفضل في بعض الحالات التغذيه، زي على سبيل المثال لما يكون مثلا هتدخل ملكه جديده وتخشى ان النحل يموتها، فبتحاول تهدي النحل. تهدي النحل ازاي؟ انك تبدا تغذي النحل، فالى حد ما بيبقى مشغول شويه بالتغذيه، فبتبقى فرص نجاح الملكه في الدخول كويسه خالص. وغير ذلك من الامور هنتكلم عنها تباعا ان شاء الله. انواع التغذيه بتاعت النحل من حيث نوع الغذاء المقدم. طبعا عندي شقين رئيسيين في تغذيه النحل، الشق البروتيني او التغذيه البروتينيه والتغذيه الكربوهيدراتيه. التغذيه البروتينيه ودي بيمثلها حبوب اللقاح بتاعت النحل، ودي من الضروري جدا تامينها في فتره الشتاء، خاصه لو عندك برود، عندك قطارات او عندك براويز فيها حبوب لقاح. يعني في بعض الناس مش بيركبوا مصايد حبوب لقاح، وبالتالي النحل بيجمع حبوب لقاح ويخزنها. يبقى حاول قبل دخول في موسم الشتاء انك تتاكد ان كل الخلايا فيها براويز حبوب لقاح عشان النحل يقدر ياخد منها احتياجاته. طيب ما عندكش بقى، يبقى في بعض الناس بتركب مصايد حبوب لقاح، تقدر تستخدم حبوب اللقاح اللي هتاخدها من او تقدر تستخدم حبوب لقاح انت تجيبها من المصايد. يعني حبوب اللقاح دي او التغذيه البروتينيه دي، لو ما عندكش حبوب لقاح بتضطر انك تشوف ايه؟ بتضطر انك تشوف بدائل ومكملات حبوب لقاح. يبقى حبوب لقاح وبدائلها ومكملاتها. البدائل والمكملات زي ايه كده؟ زي فول الصويا،
زي المواة والحمص، وعلى ايه؟ على شكل هذه المنتجات تستخدمهم بطريقتين. تقدم التغذية البروتين زي ما هنتكلم فيما بعد ان شاء الله بطريقتين، ممكن تستخدمها في صورة عجينة زي ما شفناها في الفيديو مع بعض كده، عجينة تخلط حبوب اللقاح او المكونات زي الخميرة مثلا، الخميرة ومعاها السكر المطحون والمية، يعني 3:3:1، 3 أجزاء سكر 3 أجزاء خميرة ومعاهم مية بالتدريج كده لغاية ما توصل لعجينة تاخدها تعملها زي البسبوسة كده تحطها فوق الخلايا زي ما هنشوف إن شاء الله، أو بشكل بودر تخلطهم مع بعض كده، خاصة لو كان مثلا دقيق فول صويا مع موغات مع مثلا زنجبيل مع قرفة، شوية منتجات مع سكر مطحون تحطهم مع بعض كده في صينية قدام النحل، يعني النحل ياخد احتياجاته منهم. النوع الثاني من التغذية، التغذية الكربوهيدراتية، ودي مصدر السكريات، مصدر الكربوهيدرات للعسل، ودي مهمة جدا 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 للنحل، خاصة للناس اللي هي بتاخد كل العسل اللي عند النحل. بتقدم ازاي؟ بتقدم بطريقتين، اما بشكل سوائل، شكل سائل، ودي بيمثلها المحاليل السكرية بأنواعها والعصاير، محاليل السكرية والعصاير، أو بشكل عجينة المعروفة بالكاندي يعني. طيب لو تكلمنا عن المحاليل السكرية، المحاليل السكرية بتقدم بشكل مركز جدا في الشتاء الشديد البرودة، أما في ما عدا ذلك زي مثلا الجرعات التنشيطية اللي تكلمنا عنها من شوية بتبقى مخففة. 2:1 يعني 2 سكر لـ1 مية، 2 كيلو سكر لـ1 كيلو مية أو لتر مية. طبعا في بعض المحاليل هنتكلم عنها فيما بعد ان شاء الله، او بعض الاحتياطات يجب مراعاتها هنتكلم عنها في نهايه الجزء ان شاء الله. يبقى لو انت هتغذي في الشتاء الشديد محاليل سكريه، يبقى المحلول المنقص خالص 2 سكر لـ1 مية، بتدوهم كويس وتقدمهم للنحل. طيب لو انت هتبدي تغذيه تنشيطيه يبقى تبقى مخفف 1:1 كده، وبرضه 1 سكر لـ1 مية. ده لو انت هتقدم محاليل. طب لو انت هتقدم عجائن او كاندي، الكاندي يعني ايه كاندي؟ الكاندي عباره عن عجينه مكونه من حاجتين، اما عسل مع ميه، يعني عسل مع الميه او السكر، وابدا اسخنه مثلا لغايه درجه 80 درجه مئويه كده لغايه ما اوصل بقوام زي عجينه كده، تمام كده، وابدا كده ايه اقطعه بسماكه مثلا 1 سم وابدا احطه فوق البراويز من فوق زي حته البسبوسه بالظبط. او حاجه ثانيه ممكن كند السكر مع الميه، ان انا ابدا اضيف السكر للميه واسخن لغايه ما يبقى برضه قوامه زي العجينه، يبقى اما كند العسل مع الميه او سكر مع الميه او كند العسل والسكر. على كل حال يفضل طبعا كند السكر لانه بنتلافى فيه يعني قله، يعني بنتلافى فيه ان هو يكون فيه امراض او ينقل امراض من خليه لخليه، وحتى هو هيبقى مش مكلف يعني زي العسل، العسل هيبقى مكلف، العسل ممكن يكون جاي من خليه مصابه فينقل امراض، لكن في الحاله دي السكر كند السكر لا، هنا بتلافى ان انا انقل امراض من خليه لخليه، في نفس الوقت هو مش مكلف زي كاندي العسل. انواع التغذية حسب المصدر بتاعها، التغذية اما تكون تغذية طبيعية، ويعني طبيعية يعني عبارة عن البراويز العسل وحبوب اللقاح اللي انت سبتها للنحل اثناء اخر فرزة، اخر فرزة انت فرزتها كان في عندك عسل وحبوب لقاح، سبت منهم جزء للنحل يقدر يكمل به فترة الشتاء بكل بساطة، بس مثلا بجوزين ثلاثة على حسب كثافة النحل وحجم الخلية وقوتها وعلى حسب المتاح فيها، يعني مثلا خلية ما فيهاش غير بروزين بس عسل وهي قوية تسيبهم، ده لو أنت عايز تغذي تغذية داخلية، يبقى أنت بتسيب عدد براويز وبتسيب حبوب لقاح على حسب
اللي انت شايفه في حجم الخلية وكثافة النحل اللي فيه وقوتها. النوع الثاني التغذية الصناعية، واللي احنا اتكلمنا عنها سابقا، اللي هي تمثل في التغذية البروتينية بحبوب اللقاح وبدائلها ومكملاتها، وفي التغذية الكربوهيدراتية المتمثلة في السكريات أو المحاليل والكندي. نوع التغذية المقدمة للنحل على حسب مكان وضع النحل. أنا فين بغذي أو بغذي إزاي؟ في بعض الناس بتلجأ للتغذية الداخلية داخل خلايا النحل. طب هو ليه بغذي داخل الخلايا؟ يعني إمتى أنا ممكن أغذي داخل الخلايا؟ ليه في بعض الناس تلجأ إن هي تغذي داخل الخلايا؟ وفي تغذية الأسهل دي هي برا الخلايا، برا المنحل كده بتاعي، وأحط التغذية بتاعتي بالنحل كله يروح لها. في بعض الحالات تستدعي مني أو أفضل فيها أنا أغذي داخل الخلايا. على سبيل المثال مثلا يبقى في خلايا ضعيفة جدا، في خلايا يعني شديدة الضعف، انما بعض الخلايا التانية في المنحل مش محتاجة تغذية، في خلايا صغرت مني او هتروح مني. يبقى هنا انا الامر لا يستلزم ان انا اغذي الخلايا كلها، فانا بضطر ان انا اغذي تغذية داخلية عشان اسد احتياجات الخلية دي فقط. دي واحدة. الحاجة التانية مثلا لما يبقى عندي اعداء حيوية، يعني ايه اعداء حيوية؟ مثلا عندي مثلا على سبيل المثال دبور بكثافة عالية خالص، وكل النحل طالع يموته، وان كان ده مش سبب مقنع، بس في بعض الناس عندها الدبور شرس جدا وكميات كبيرة. لما يبقى عندي ورواج ده النحل ما بيطلعش، ممكن يهلك كده. ففي الحالة دي انا بربي بضطر ان انا اغذي تغذية داخلية. طب امتى تاني؟ لما يبقى مثلا عندي البرد شديد خالص، شديد والنحل ما طلعش، يبقى هنا بضطر اغذي تغذية داخلية. لما اجي مثلا عايز ازود فرص نجاح الملكة بحيث ان النحل ما يموتهاش او ما يضربش عليها، يبقى بحاول اغذي تغذية اثناء ادخال الملكات كده النحل ما يتعبش او النحل ما يروحش يهاجم الملكة. لو انا هنتج مثلا منتجات اخرى غير العسل في خلايا معينه، في يعني مثلا خلايا مخصصه لانتاج غذاء ملكات او خلايا مخصصه لتربيه ملكات، بضطر ان ادي دفعات تغذيه داخليه بحيث اني اقوي الخلايا فقط اللي انا عايزها تنتج او انا مربي فيها. طيب التفادي السرقه برضه، لما اكون في سرقه، في خليه ضعيفه في خليه قويه، وانا بغذي خليه القويه الضعيفه ببدا اغذي تغذيه داخليه عشان احاول ان انا ارفع كفاءتها وارفع قوتها بحيث تتناسب مع قوه باقي الخلايا اللي في المنحل. على العموم وفي طبعا في حاجات ثانيه ممكن تتطلب انها تغذي تغذيه داخليه، ممكن برضه لو في حد بيرش سم ولا حاجه حواليك او السم وصل للمنحل حواليك، انت بتضطر تغذي تغذيه داخليه بحيث تحفظ النحل بتاعك. يبقى انا عندي تغذيه داخليه، والتغذيه بتكون داخل الخلايا، سواء كانت تغذيه كربوهيدراتيه محاليل داخل الغذائيات، بتجيب غذائيه، والغذائيه دي اشكال والوان وانواع، في تغذيه غذائيات جانبيه شكل البرواز كده، وتحط فيها المحلول السكري من جوه، وتحط فيها عوامات النحل سواء قطع فلي كده او كعبوس او حطب بحيث النحل يوقف عليها ما يغرقش. او بتغذي كاندي بتجيبها حته زي البسبوسه كده، وتبدا تحطها فوق البلاويز وتغطيها من فوق بكيس بحيث انها ما تتكشف مين في الغطاء بتاع الخليه. او لو هتغذي تغذيه بروتينيه في برضه بالعجائن بتاعت البروتين زي نفس فكره الكندي. التغذيه الثانيه التغذيه الخارجيه، ودي سهله وبسيطه، بتجيب قشطه او بتجيب جردل او اناء وتحطه فيه المحلول السكري بتاعك، وتبدا تحطه فيه العوامات زي ما خدنا من شويه، ويبدا النحل يتغذى ما فيش مشاكل. او مثلا لو هتغذي تغذية بروتينية بشكل بودر زي ما شفنا في الفيديو، عبارة عن مسحوق كده مكون من خليط من المكونات زي فول الصويا والقرفة والزنجبيل وبعض المكونات التانية وسكر مطحون، بس يبقى النحل ياخد منه اللي هو عايزه. دي أشكال التغذية زي ما خدناها زي ما شفناها. على أقصى اليمين من فوق خالص دي التغذية ببدائل حبوب اللقاح بودر، بسيبها للنحل ياخد منها اللي هو عايزه. اللي جنبها بشكل مباشر
العجائن فوق قمة البراويز، اللي جنبيها من فوق خالص على الشمال دي غزالة جانبية. وطبعا عشان يتفادى الفتح المتكرر هنا خاصة في الشتاء بيعمل زي فتحة للخلية بجوارها كده، يبدا يدخل منها محلول سكري وبيكويلها بعد الانتهاء من ادخال المحلول السكري عشان ما يفتحش على الخليه بشكل مستمر. الصوره اللي في المنتصف من تحت التغذيه الكربوهيدراتيه بالمحاليل داخل الخلايا والغذائيات برضه، والتغذيه والصوره اللي في الكورنر من تحت على اليمين دي التغذيه الكربوهيدراتيه او التغذيه الطبيعيه بحبوب اللقاح. طيب السؤال بيفرض نفسه هنا، ايه اللي يجب مراقبته اثناء تقديم التغذيه للنحل؟ ايا كان التغذيه دي شتاء، اقصد في الشتاء الشديد او تنشيطيه، كان تغذيه بروتينيه او تغذيه كربوهيدراتيه. رقم واحد وحاجه مهمه خالص خالص خالص، تقديم التغذيه في الشكل المناسب. يعني ايه الشكل المناسب؟ يعني لو انا شايف ان التغذيه المناسب المتغذية المناسبة للنحل في صورة عجين أقدمها عجينة. لو أنا شايف إن المحلول السكري أو المحاليل أو البودر أفضل للنحل يبقى أفضل. ليه مثلا؟ ممكن واحد يروح يقدم مثلا محلول سكري مخفف يحط جوه الخلايا من جوه، فيبدأ يرفع نسبة الرطوبة في الخلايا من جوه، فيبدأ تشتغل بقى نموات الفطرية داخل الخلايا، وهو كده سبب مشكلة. يبقى أقدم التغذية في الشكل المناسب لي بحيث إن أنا ما أخسرهاش، لأن أنت كده قدمت تغذية في شكلها مش مناسب ممكن تخسرها. تخسرها إزاي؟ يعني محلول سكري ممكن يتخمر منك، هو هيبوظ من ناحية وتبقى هدرت فلوسك من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه عملت مشكله للنحل زي ما هنشوف بعد شويه. الحاجه الثانيه تقديم التغذيه بالكميات المناسبه للنحل. يعني ما اهدرش ما اسرفش في تقديم التغذيه، مش معنى ان هو النحل هياكل ان انا اعبيه نص برميل قدامه، لا انا احط باعتدال. لو النحل سحب التغذيه يبقى اضيف مكانها، اضيف غيرها. لا النحل ما سحبش التغذيه يبقى ابدا اعدل اشوف ايه السبب اللي خلى النحل رغم احتياجه ما سحبش. قد يكون التغذيه دي فيها طعم غريب، التغذيه دي مش مناسبه للنحل، يبقى انا ابدا اغذي النحل بكميات مناسبه. كل ما يحتاج اضيف له مش مشكله عندي، لكن المشكله ان هو النحل بتعمل تغذيه والنحل ما بيقبلش عليها ويكون محتاج، يبقى التغذيه هنا فيها سبب. طيب لما اغذي خاصه التغذيه الداخليه اغذي في توقيت واحد، اغذي بسرعه. ليه؟ عشان امنع عمليه السرقه او امنع غارات النحل على بعضين، الخلايا القويه تغير على الخلايا الضعيفه بهدف السرقه بتاعتها. يبقى هنا بحاول اغذي بسرعه. طبعا لو منحل كبير التغذيه الداخليه تبقى مجهده شويه لان عايز عدد، يعني عندك مثلا 100 خليه ولا حاجه عايز تغذيهم يبقى الامر صعب. هتفتح 100 صندوق وتفتح 100 غطاء وهتضيف 100 مره في 100 غذائيه، فده هياخد وقت منك، وقت جامد عايز عدد. طيب لما اثناء التغذيه برضو خاصة الداخلية ما حاولش اكب التغذية، خاصة لو كانت سائلة، خاصة لو كان محلية سكرية، ما انا ادخلها داخل الغذائيات بحرص عشان ما تكبش مني على البراويز من فوق والخشب، وده يخلي بعض الافات زي النمل شم الريحة ممكن يوصل للخلية جوه، ممكن يخلي النحل القوي اللي حواليه يشم ريحة التغذية وانا بغذي فيبدا يجي يهاجم. يبقى اغذي بحرص بحيث ان التغذية ما تكبش مني على الخلايا والصناديق من فوق. طبعا حاجه مهمه خالص، يفضل يعني انه تغذي اخر النهار كده قبل الغروب بحيث تمنع اي امكانيه لحدوث السرقه داخل المنحل بتاعك، يعني سرقه النحل على بعض، انه خلاص النحل مجرد ما دخل عليه الضلمه يبدا كل ايه تبدا الخلايا تستقيم وتهدا، كل نحل داخل خليه دخل. ممكن تغذي في نص النهار فتلاقي ان النحل بدا يضرب على بعضه بسبب ان في خلايا ضعيفه وفي خلايا قويه، وخلايا قويه طبعا النحل هيبدا يروح يغير على الخلايا الضعيفه عشان ياخد منها الاكل. حاجه مهمه خالص في تقديم المحاليل السكريه، لازم تبقى مركزه كويس خالص اثناء فتره الشتاء، ما تبقاش مخففه زي ما قلت عشان ما ترفعش نسبه الرطوبه داخل النحل، وتبقى اقرب ما يكون للرحيق اللي هو بيجمعه. رقم اثنين يفضل ان السكر يبقى مطحون، فضل تطحن سكر افضل ما تقدمه بسكر بالورد عشان ايه يدوب معاك بسرعه. الحاجه الثانيه يفضل انك تغلي الميه،
اغلي الميه سخنها كده دفيها لغايه ما ايه تضمن المواصل، لو فيها ميكروبات ولا حاجه تبقى قتلت او انتهت، وبعد ما تدخل ميه شويه كده وتبدا تبرد شويه ابدا ايه ابدا دوب السكر تماما في الميه، مش 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 تغلب وخلاص، يعني لازم تدوب السكر بشكل مناسب تضمن كل السكر اللي عندك ده عشان يبقى المحلول اللي عندك محلول متجانس. لما تقدم تغذية النحل قدمها بكميات زي ما قلنا مناسبة، لأنك لو قدمت التغذية بكميات أكبر من احتياج النحل هياخد فترة لغاية ما يسحبها، ممكن خلال الفترة الزيادة دي تبدأ السكر يتخمر ويعمل لك مشاكل عندك. يبقى أنت عشان تتفادى الكلام ده كله حاول إنك تغذي بكميات تتناسب مع احتياج النحل. طبعا ده لا يمنع ان انت لو عندك براويز تغذيه طبيعيه او عسل طبيعي يعني اثناء اخذ الفرزة ممكن تسيبه وتريح دماغ خالص من موضوع التغذيه، لكن لو انت من الناس اللي بتحسبها اقتصاديا ان كل عسل مثلا ب 100 جنيه او 150 فخليه هيجيب لك 2 3 كيلو معاك، فبدل ما تخسرهم وتقدر تاخذهم تغذي بيهم زي ما تشوف، لكن لازم تراعي ان النحل يتقدم له كميه تغذيه مناسبه عشان خاطر ما يهلكش منك في الشتاء. ممكن تغذي بعصاير لو انت في منطقه فيها قصب، ممكن تجيب عصير قصب هيبقى افضل مع السكر، بس برضه تحطه بكميه مناسبه وتلاحظ انه عصير القصب سريع الاكسده، يعني ممكن يتحول بسرعه لون اسود فتجيبه من مكان قريب، ويفضل انك تنقل في مكان يكون فيه قصب، لان القصب بيبدا كسره تقريبا من اخر شهر 12 او اول 12 لغايه شهر 5، يعني معاك فتره كبيره تقدر تجمع فيها او تقدر النحل يتغذى بشكل طبيعي. في بعض الاماكن الثانيه فيها حلبه مثلا زي الاخت كده فيها حلبه كتير، بس مشكلتها انها بترش سمن، فانت هنا مش هينفع تغامر بالنحل بتاعك عشان توفر موضوع التغذيه تقوم تدخل النحل على السم، لا لو انت في مكان زي كده حاول تغذي تغذيه داخلي. في النهايه نامل ان شاء الله يكون الجميع بخير، ان شاء الله هنلتقي في سكاشن تاني. لو في اي سؤال او استفسار تقدر تسيبه تحت الفيديو بحيث ارد عليه او ارد على الاسئله والاستفسارات كلها بشكل مجمع ان شاء الله. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.